that. هذه زهرة الثانية، حتى هي سميتها زهرة بنت مصطفى اللي هو ولد خالي. كما قلت لكم راه جينا لعندو، كنتسلمو زعما دابا زعما مي عالم. هنايا الكارا صراحة مصطفى عزيز عليا هاد القجاقر ديال الطونوبيلات، ما عندك طونوبيل داكشي كاين كلشي هنايا. المهم الناس ما شاركش معاك كلشي. ايوا دابا غادي نمشي وغنرجعو، زعما ماشي غنرجعو، غنمشيو عند جدة. شنو غنمشيو عند جدة ولا عند خالتي هي اللولة؟ غنمشيو عند خالتي، عند جدة الإيميني. غنمشي عند جدة الفطرة عندها في إيميني، خليكم معايا. ومن بعد غادي نمشي عند خالتي وغادي نتغداو هنا. المهم اليوم كل تفواج، واليوم خلينا في وجدة زات في المدينة، مشات عند مرت خواتها هي. هي زهرة حتى هي جاية. صافي البنات دابا حنا غادي نمشيو. المهم البنات حنايا حنا غاديين دابا لعند جدة كيما قلت لكم، وحنا دابا يلا شدينا الطريق مع الموسيقى المفضلة عندي ديال غنوريكم البنات تما. الجو زوين صراحة كيعجبني وقتها كلشي. وغنمشي عند خالتي وغادي نتغداو تما. أنا بوحدي اللي غنبقاش حيت صراحة منبقاش في العيد كما قلت لكم انتوما، ما نقشتش كاع في العيد يعني. غنمشي نقش ليا خالتي تما ونشارك معكم كلشي صراحه. عندها واحد النقش فن واعر البنات. المهم خليكم معايا وهانتوما معايا. هذا كان يقال فلانين. المهم البنات حنا دابا راه وصلنا لجدة كما كتشوفوا. هاي زهرة كتلعب هكا الدوار. قلت لكم السميه قبيله، قلت لكم ايميني. الدوار سميتو ايميني. دابا غادي كما قلت لكم غادي نمشيو نشوفو جدة وغادي نتغداو عندها، ومن بعد غادي نمشيو عند خالتي. صراحه تزنا عليها مشينا. ها هي خالتي فاطمه. هيا خالتي، المهم جبناها معانا وغادي نرجعوها معانا ملي نكونوا غادي عاوتاني. وهي عاد من غادي نتغداو هنا غنفطروا كما قلت لكم. المهم حنا دابا طالعين.
صراحه انا الجو بارد باش كيف برد والله كيف الجاج الجو صراحه خايبه على الجو ديال ورزازات الورزازات المدينه ما دايرهش بحال هكا الجو زوين فيها معتاد اما لكن الجاج انتم شوفوا الجو هنايا كي داير صافي حنا وصلنا لجدة البنات المهم خليكم معايا المهم البنات هذا هو الفطور التواضع ديالنا قبل علينا اجيو تفطروا مرحبا بكم ها نتوما الطاجين ديال الكفته بالبيض الحلويات من طبيعه الحال مع العيد السلام البنات كي دايرين بخير لاباس عليكم شكون تعاودوا المهم حنا دابا راه رجعنا معاكم انا دابا كنصور لكم تسكوك هاد البلاد هادي سميتها تسكوك صراحة انا شفت ثالث مره هادي كنجي ليها زوين زوين فيها الناس زوين وفيها زعما ما يتشفخ هكا وشي فيها شي حوايج زوين هكا نوريكم المناظر وكدا صراحة شي حاجة زوينة معرفتش المهم هذا معرفتش هاد الناس شنو هو لكن حنا الحمام ديال العواد شوفو كيسخنوه من هنايا وكاين الداخل المهم هادي الدار دخلتي بسم الله صراحة الدار بسيطة على قد الحال وصافي هانتوما داكشي صراحة بسيط خفيف طريف هانتوما الجريدة نصور لكم كلشي هادا الرحمة دايرة بحال شي اوتيل صراحة بالشكل ديالها صراحة كل شيء زوين شوفة جوج كان هو ديجا اوتيل يعني هو ديجا كان اوتيل ميزون دوت ضربيا شوف بلا واحد بلاش بلاش نضرب ولا شنو هذا بيت العاود لي واش بيت عاديه يلا حنا عاد خرجنا اليوم يلا زيد شوف